أكدت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيء الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن نجاح مملكة البحرين في استضافة المكون الحضوري الثاني ضمن برنامج مستقبل العمل في الحكومة لدول الخليج العربية، جاء بفضل الخطط التي وضعتها مملكة البحرين إيمانا بطموح وكفاءة الكوادر الوطنية وقدرتهم على تحقيق الأهداف والتطلعات الحكومية. وأضافت سعادتها أن المعهد سيواصل جهوده في بحث آليات الارتقاء بقدرات القيادات الحكومية بما يرتقي بمستوى التنمية الإدارية. جاء ذلك خلال حضورها افتتاح المكون الحضوري الثاني والذي ينظمه معهد الإدارة العامة بالتعاون مع الأكاديمية السلطانية للإدارة بسلطنة عمان الشقيقة وكلية سعيد للأعمال في جامعة أكسفورد والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. كما أكدت سعادة المدير العام للمعهد أن دول مجلس التعاون تسير بالاتجاه الصحيح نحو تعزيز قدرات القيادات الحكومية في التعامل مع التحديات والمتغيرات الحالية والمستقبلية، مضيفة أن المبادرة تعكس رؤية المعهد الطموحة في أن يكون مركزا للفكر القيادي وللتنمية الإدارية. وأشارت سعادتها إلى أن البرنامج تمكن من استقطاب 65 متدربا من فئة المديرين في مؤسسات القطاع العام بدول الخليج، الأمر الذي يحقق الأهداف والاستراتيجية للبرنامج. احنا اليوم سعيدين باستضافة المكون الثاني من برنامج مستقبل العمل في الحكومة. هذا البرنامج جاء بمبادرة من سلطنة عمان الشقيقة خلال اجتماع المدراء العامين لمعاهد الإدارة العامة في دول المجلس، وحصل على المباركة السامية من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. البرنامج فيه ثلاث مكونات، المكون الأول كان الشهر اللي مضى في سلطنة عمان، والمكون الأخير إن شاء الله بيكون في دولة الكويت الشقيقة مع برنامج الختام. يهدف هذا البرنامج لتزويد القيادات الحكومية بالمعارف والمهارات والمفاهيم اللازمة لتحويل الاستراتيجيات إلى واقع ملموس. طريقة تصميم البرنامج الجدير بالذكر أنه تم تصميمه بحيث أنه يتوائم ويتناسب مع الفئة المستهدفة للخليج العربي، فلذلك في بداية تصميم البرنامج حرصنا أن نحن ناخذ شريحة من دول الخليج العربية بحيث أن نحن نعمل ونصمم البرنامج. فبالتالي كان عندنا مدة البرنامج تتراوح بين 3 أشهر يتخللها مكونات حضورية وأيضا يتخللها اللايف سيشنز كما يسموها.